على السلامة. كالعادة هاتلي فيديو جديد اليوم على اليوتيوب، ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس بشبتك جديدة كل يوم. السلام عليكم. هو كان يفطر على الطاوة ساعة على فكرة، حطيته يفطر والطاوة مش ناكل، أنا مش ناكل قدام مخشوش شو يعمل. هاتو مش يكلمني هو مش رجعت مدة دي نعم في ريجيم خضر السمين شوية، ممكن نرجع نظم أكلتي. هو بالبسطة في الماكلة والله. أنت كار زب على راسك. مانيش نكلم هو باش يتلكش عليا. وده أنت كار مال زربك. انت رايك زي رايك هذا هو مو خليك يروح. يروح ما نحبش نحكي معك ليه هناك. انا بدي نحكي معك انا ليه هناك. ها ليه هناك. لا تاكل هيكون. الحمد لله يا ربي لك الحمد. رحمك الله يا رحمة جينا ودي. نظامنا الحمد لله يا ربي لك الحمد. رحمك الله يا رحمة جينا وديك يا حاج. ها قعد سبعيد لك تعتصلي في الصحن متاعي. قعد سبعيد شو؟ قعد سبعيد تعتصلي على الماكلة راك. يا تكعب على راسك يا تكذب على راسك. قعد تعتصلي على الماكلة. قعد سبعيد امشي اسرح بعيد. يا عمي كعب على راسك. تحب يسدو تحب العالم عندي. أنا ولدك محمد. أه. أسأل إلى الله وأسأل محمد رسول الله. يا أمي. يا أمي. بلا تعدين أمك. هاك تسب فيا يا أمي. بابا درسني يقول لي من قبيلة. ما فهمتوش يقول لي في كلام صعيب. يعمل لي راسك ولا شنو؟ أسمع. يا تكاد ولا رزق. يا ولدي ولدك محمد. أهلا وسهلا مرحبا بك. حاسس بك في موضوع يا بابا. سنة خير. موضوع مقلقني ومتعبني. سنة خير. ركز معايا مليح مليح. مليح أنا نركز معاك. أنا باش نحكي معاك وأنت تعطيني الخيط صحيح. أي الله يبارك حاضر. أنا حبيت واحدة إسرائيلية. من إسرائيل؟ أي. إيش فيه؟ ربي سهل. هي إسرائيلية يعني ما تمنش بربي هي. إسرائيل. لا مش لا. تولي مسلمة. وظيفة. تخرج تولي مسلمة. ما حبيتش تولي مسلمة هي. هي. قلت لك ما نوليش مسلمة جملة. هي مزيانة برشا بصراحة. هي ما تسكر وما هيش مسلمة. تسكر ديما وتشم التكروري. تشم البيضة والتكروري وتسكر كل يوم ونحبها. ويهودية في نفس الوقت. واحدة يهودية. لا والله دخلت جنة السلام كل المسلمة. ما حبيش تدخل. لا سيسها بشوية بشوية. يا ودي بالسياسة بالقوة ما حبيتش. قتلك ما نوليش.
انا ولدك راه محمد. اي نعم نعم. كي نحل تو تو سكتنا تسكر وسكتنا، تبيع في التكروري وسكتنا، تبيع في النفة البيضة. هيا هاي حاول قلت لها بالله راضي يا خويا ذي كله سكت عليها راه هي مزينة ذاك علاش. كانت في الحبس راه الجمعة اللي فاتت. كانت في الحبس؟ اي طايحة على روح. حاول قلت لها بالله راضي ونحبها. سيصفى بشوية بشوية لعم جيل الثنية. لا هي قالت لك ما نجيش الثنية باش نقعد نبيع النفة وباش ندخل الحبوسات ديما ونسكر ديما. قالت لك ما نحبش نجي الثنية. الحل تو نعرس بيها ولا ايه؟ كلها ما حبسش هذا. هي ليه قالت لي نعرس بيك؟ اما قالت لي طرد بوك من الدار. طردك انت من الدار يعني. يا رحم والديها. قالت لي خرجوا عليا من الدار. خرجوا من الدار. انا كنت راجل. قلت انا خرجوا من الدار. قالت لي قلت لها حاضر. رحميك انت رحميك. عارف من راسك. قالت لي خرج بوك من الدار. قلت لها انطردوا بابا. ايا يا بابا البس لي كالحوايج لمهم لي في فاليز. واقصد ربي راه عمايك حاج برا رزقي عاشق كيف كتري من حاج رزقي راس زبي. انا هيك انا هيك يا بابا اذا كان ما تخرجش من الدار ما تعرفش بيا. هيا لا ما غلط علي وعليك. يخرج من الدار امشي معاك ما زبو ربكم امان نقعد هكاك انا مش معرس. انا غلط علي وعليك. وشنيا فيها كان بنت في الشارع عندي؟ شنو؟ شنيا فيها كان بنت في الشارع عندي؟ راه عملت حاجة راسك ما عندي نمك. يبيت في الشارع؟ هذا بنيك حاجة راس نمك. نعرف بي هذه بنت حليل ولا لا؟ شنو؟ المرأة هذه بنت حليل ولا بنت أصلك كي تحكي هكا؟ شنو ما تدبر أمك؟ عاش كيف هي ما نحبوش غير الزبي انا حتى عارفه الزربه. ربي يهديك وكاو ربي يهديك جميعا. ما انا نقولها ما حبش يخرج من الدار. راس الحكمه نقولها ما حبش يخرج من الدار. قولها قولها ما حبش. عاد نطلبها عاد نطلبها عاد شنو نطلبها تاو. الو قلت له حكيت معاه عليه في الموضوع. حكيت له قلت له خرج من الدار. اي وافق وافق هو باش يخرج هو يلم في دبشو قاعد. راه ما يخلو يخرج هو يلم في دبشو قال لي موافق موافق. لا مش موافق راه ميت قاعد اصبر. موافق. لا راه ميت بيضرب له. قال اي موافق وفرحان. لا فرحان فرحان من زبي من سربك ما دي نمك. ايه فرحان هيك. ها اصبر انا شكون؟ انا كنتي انا مسام. ما فهمش امل من نبيتو في الشارع انا وياها. شنو؟ نبيت في الشارع انا وياها. أنا كيف كنت حظ؟ نجيبها للدار. أنا سهل أنا فرحان. نجيبها لدارك ولا نجيبها لدارك؟ لا ما نجيبها ليش. عليه؟ أنا كل ما نجيبها ليش كل عليه. يا عليه 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 ما نجيبها ليكش. أنا سهل أنا فرحان. حب يضربني. هيا خلوك تضرب ياي. أنا ما سهل بعديهم. انا ولدك راه ولدي. نعم هيا حضري دبشك. انا على الزبي.
تكبر. احنا كاس بلا سربك. ديوي.